طب انت ايه رايك في وليد ازارو؟ وليد كان كويس ازارو، ولا وحش؟ انا رايي ان وليد ازارو كان بيجيد حاجه واحده بس، كان كويس ولا وحش؟ كان بيخلص لك ماتشات كان ويضيع بيخلص 10 فرص. ماتشات، كان بيخلص تضييع ماتشات. الفرص دي مش اثاره؟ اثاره طبعا. يعني بوصل اذا انا خلصت على لاعب وعلى فرصه لاعب انه يستمر معايا وهو بيعمل 5 فرص بيجيب لي واحده ولا اتنين. ما انا عايز بس ضيع علينا ماتشات خلاص، مهمه ضيع علينا جدا، وما فيش ماتشات مهمه، علينا ماتشات مهمه جدا. طيب نرجع للمنتخب. لا احنا مختلفين. طيب انا عادي، ما طبيعي ان احنا نختلف. بالظبط. نرجع للمنتخب. سهره رمضانيه، خلي بالك. صحيح. طبيعي ان احنا نختلف. ما فيهاش قيود. الخلاف في رمضان، الخلاف في رمضان واجب. لا مسموح نختلف مع بعض. لا لا لا. لان انا بعتبرها سهره قاعدين على الراحه. خلي بالك، خلي بالك، انا متابع على الـ على الـ يعني متابع، يعني اعرف طبعا كتير من جماهير الاهلي. فالجماهير الاهلي عندهم حميه على الفريق ده. ودايما بيصبوا للافضل، ودايما ما بيقبلوش. يعني مثلا من الحاجات اللي بتعجبني في الاهلي على مر التاريخ، الاهلي ما عندوش حجج الحكام وبتاع، ما عندوش الكلام. حتى لو هو بيعمل اجراءات ضد الحكام لو بيشتكي منها، لكن ما بيعملهاش حجه، ما بيركنش عندها، ما تبقاش هي دي المبرر. ما بيديش للعيبه مبرر. انا موافق على كل ده، كل ده موافق عليه، ومش بتهم الجمهور في نيته، بالعكس. ده انا شايف من كتر حبه للاهلي ها مش قادر يتحمل لحظات من الاخفاق او لحظات من انت لما تتابع الماتش. خلي بالك، الجماهير بتحس وبتقدر لما بيكون الفرقه حتى لعبة ماتش حلو ومغلوبه، ما بيبقاش فيه مشكله. هي الكارثه كلها لما بتبقى الفرقه كسبانه ولعبة وحش. مش من حقنا بقى نقول كلنا للفرقه مرهقه، مش من حقنا نقول الجدول مزدحم، مش من حقنا نقول ناقصين وعندنا اصابات، مش من حقنا. انا وجهه اذا كان ده مش هيكون مؤثر في رؤيتنا ونحط الامور في نطاق الواقع، انك احيانا انت مش في افضل حالاتك، احنا مش في افضل حالاتنا. ايوه بس ايه الجديد يا باشمهندس عما كان يتم قبل كده؟ ما قبل كده طول عمره الاهلي بيلعب في المنتخب وبيلعب في كاس افريقيا وبيلعب في الدوري، بس وطول حكايه كل 3 ايام دي. لا بقت انت عندك 9 ماتشات. انت برضه انت كاهلي بقى، ما يعني بعيدا برضه عن الظروف، انا مش صاحب قرار وما اعرفش كل العوامل، بس انت كاهلي المفروض يبقى عندك بدائل وعندك روتيشن وعندك بتاع، فبتدي فرصه لواحد في بتاع. يعني هو ده الحل يعني، يعني اصل انت فريق يعني كبير. ده الحل، انت مش ده البديل الوحيد المتاح. انت مش فريق يعني، مع احترامي لكل الناس، بس امبارح الدكه ما زالت خفيفه، واخد بالك؟ الدكه ما زالت خفيفه، مش هي دكه الاهلي اللي الناس بتستنى لما يوصل للدقيقه 60 ولا بتاع ينزل يغير نتيجه ماتش. لسه ما عندناش الدكه تقيله. على اساس حتى العناصر الموجوده مش في افضل حاله بدنيه دلوقتي. لا، وعندك اخفاقات، عندك في كام لاعب كتيره كويسه قوي ممكن تكون انفت حاليا. في بعض اللعيبه يعني، ده بس ده مثلا ممكن تقدرش تقول طاهر ده لعيب قليل ابدا. ايوه بس معلش، الشحات لما نزل لعيب قليل، معلش برضه خلي بالك، ما احنا عندنا لعيبه مستواهم متراجع ومش في المنتخب. يعني لما يجي عمرو السوليه مستواه يتراجع ممكن تلتمس له العذر، ده ايمن اشرف تلتمس له العذر، علي معلول بيلعب مع تونس تلتمس له العذر، لكن ما هتقول لي بقى طاهر ومكسيموني. ما هو راجع من الاصابه برضه، ما هو راجع من الاصابه يعني، مش شايف يعني. الاهلي بقى انت عارف اتعود الناس اللعيبه تنزل الفرصه، اتعود. دي اثبت الناس ان الاهلي انعش امال الناس وحط سقف طموحاته في منطقه. ما عايزين نشوف بقى ده حلو ولا وحش. لا كويس لا كويس لو اتعاملنا معاه بالمعيار. هي نقطه كريتيكال شويه. ان انا وانا كجمهور جماهير الاهلي بتاخد بطوله بتدور على الثانيه على طول يعني. هذا الاصل اللي هو العادي، ما بيلحقش يحتفل.